عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وذلك بعد جولته التفقدية لمنطقة توشكا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا استمع خلاله الرئيس إلى الاستسفارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية في مقدمتها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاس انعكاساتها على زيادة الاسعار واستراتيجية الدولة للتعامل مع تلك التداعيات فضلا عن التحديات الداخلية الاخرى مثل جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف والحفاظ على الهوية الوطنية وكيفية التناول الاعلامي والدرامي في هذا الاطار. كما تطرق الحوار الى القضية السكانية وابعادها المختلفة وتاثيرها السلبي على مسيرة التنمية. وكذلك استراتيجيه الدوله للاصلاح الاقتصادي فضلا عن تناول عدد من المشروعات القوميه الكبرى خاصه مبادره حياه كريمه لتنميه قرى الريف المصري